لم يكد اللاجئون السوريون في مخيمات أرسال وباقي مخيمات اللجوء في لبنان يدفنون موتاهم ويرممون ما لحق بخيامهم من أضرار، حتى خرجت عليهم المراصد الجوية لتحذرهم من عاصفة ثلجية جديدة ستضرب منطقة شرق المتوسط خلال الساعات القادمة، وبفاعلية قوية ربما أكثر من سابقاتها، مع توقعات بأن تبلغ ذروتها في بلاد الشام، وسيستمر تأثير العاصفة حتى عصر الثلاثاء، ولكن بفاعلية متوسطة إجمالا على الداخل السوري. سوريا ولبنان شهدتا خلال الأيام القليلة الماضية أمطارا غزيرة غير مسبوقة في بعض المناطق وهطولات ثلجية وتدن بدرجات الحرارة تحت مسمى العاصفة نورما، ألحقت أضرارا واسعة وأسفرت عن إصابات ووفيات سواء في المخيمات الحدودية أو في المخيمات داخل لبنان. وأمام هذه العاصفة لم تستطع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان سوى إطلاق دعوات لتأمين مستلزمات للتدفئة وتقديمها لمخيمات النازحين واللاجئين السوريين، أملا في تفادي ما لحق باللاجئين من العاصفة نورما. وقدرت المفوضية أن عدد المتضررين من العاصفة نورما في لبنان قد يصل إلى 50,000 لاجئ سوري يعيشون في 850 تجمعا غير رسمي. أما ما سيلحق باللاجئين من أضرار جراء العاصفة القادمة شيء سيتكشف عقب انتهائها.